يعني رسالتنا اليوم أن الرهانات كلها سقطت على الاطمئنان للراعي الأمريكي. رسالتنا اليوم أن ما يسمى بمسيرة التسوية والمفاوضات سقطت وبلا عودة. رسالتنا اليوم انتفاضة جديدة وانطلاقة جديدة وعهد جديد من الانتفاضة والثورة والوحدة الفلسطينية على قرار وعلى مشروع المقاومة نحو التحرير ونحو استعادة حقنا المسلوب وفي مقدمتها القدس، قدسنا وعاصمتنا وشرفنا وعزنا. اليوم الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية تخرج غضبا ضد هذا القرار الملعون. اليوم يجب يعني أن نقف جميعا لنؤكد على إسلامية هذه الأرض التي تشرفت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. مطلوب الآن من العالم العربي والإسلامي أن يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية لكي يتحملوا مسؤوليتهم. القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، مطلوب منهم أن يقولوا أن يكون لهم موقفا واضحا مع جماهيرهم، أن تنزل الجماهير في العالم العربي والإسلامي. مطلوب منهم بالحد الأدنى أن يعيدوا سفراء الدول الظالمة والمجرمة كالكيان الصهيوني وسفراء أمريكا، أن يوقفوا كل أشكال التعاون معهم من أجل أن تعدل أمريكا عن هذا القرار الظالم والجائر الذي اتخذته في حق القدس في هذه المرحلة.